اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں تیرا دشمن ہے، تو کہہ رہا میرا دوست ہے، یہ بات کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا، میرا دشمن تھا، لیکن موت کے وقت اس نے جب دیکھا، یرا یمنہ دائیں دیکھا، فلم یرا قریبا، کوئی رشتہ دار نظر نہ آیا، فیرا شمالہ، پھر اس نے بائیں دیکھا، فلا یرا قریبا، کوئی نظر نہ آیا، تو جب چاروں طرف سے اس کو بے بسی نظر آئی، تو پھر اس نے مجھے پکارا، تو مجھے شرم آئی کہ ایسے اکیلے تنہا کو میں اس کے گناہوں پہ پکڑ لوں، وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، وہ تو چھوٹا سوال کر بیٹھا، اگر اس وقت وہ مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دوں، ایسی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے، اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، یہاں رہتے ہوئے مسلمان بن کے رہو اور ایمان کی دعوت دیتے ہوئے چلو گے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہماری جماعت آج بھی یہاں ہے، انشاءاللہ آج عشاء کے بعد بھی یہاں بیان ہوگا، آپ سارے بھائی خود بھی تشریف لائیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں، اور بھائی نمازوں کا پکا اہتمام کریں، جمعے میں دیکھو ماشاءاللہ مسجد بھر گئی، جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر دے، تو بھائی لیکن پانچ نمازیں بھی ایسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اور رات کو تشریف لائیں، سنت وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وحوض زوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة. أو كما قال اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبح الدرس فرمان أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
السلام تبارك يا جل الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. صلى الله تعالى عليه وسلم.